ومبروك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. يعني اكيد كل بطوله بيكون ليها حكايه، فلو بشكل كده سريع مدى اهميه البطوله دي بالنسبه لحضرتك، ومشوار الكاس بيكون ضغوطه مختلفه لان هو مباراه لو فيها نتيجه سلبيه صعب التعويض، خلاص بيبقى خروج على طول. طبعا، بس اول حاجه طبعا الف مبروك للاعبات، طبعا عملوا مجهود كويس جدا وكان مهم جدا في الفتره اللي احنا دي اصلا طبعاً. ان احنا السنه اللي فاتت حضرتك اكيد عارفه ان السنه اللي فاتت ما خدناش الكاس، فكان عليها ضغط كويس قوي ان احنا عايزين ناخد الكاس وعايزين نلم تاني النادي الاهلي، ان هو الوحيد اللي في مصر كلها خد بطوله الدوري وخد الكاس كتير، اكتر نادي خد اكتر بطولات، كان دوري واخر كاس، فكان العبء علينا السنه دي كتير جدا. وكمان الكاس كاس مصر هو كان اربع ماتشات بس اتلعبت، انا لعبت دور 16 مع نادي اكتوبر، وبعدين لعبت دور الثمانيه مع نادي الطيران، وبعد كده بقى قبل النهائي مع سبورتين، والنهائي كان مع طبعا نادي الزمالك. طبعا اعتقد الاربع فرق دولت محترمين جدا ان احنا نخش كمان ونلعب النادي دي، كانت حاجه كويسه جدا وكان ضغط علينا، بس الحمد لله احنا السنه دي مستعدين، وكنت معاك قبل كده في حلقه قبل كده. احنا نادي الاهلي السنه دي ان شاء الله هيرجع تاني واشوف شكل تاني ليه ان شاء الله. طيب البطولة دي ايه المختلف فيها وكواليسها ايه المختلف بالنسبة لحضرتك على المستوى الفني وعلى يعني التاكتكس بتاعت حضرتك، وفنيا البنات اكيد الحال مختلف والظروف البدنية والنفسية والتوقف للنشاط والعودة مرة تانية. اكيد طبعا، بس احنا اصلا احنا عملنا سيستم من اول الموسم ان احنا هنمشي بنظام معين مع البنات، نوعيه التدريب اختلفت، بقى في فيديوز نتفرج عليه نشوف الاخطاء بتاعتنا احنا كمان كفريق نادي اهلي، والاخطاء كمان بتاعت اللعيبه الفرق الثانيه، لان دلوقتي كمان ما فيش نادي احنا بلاش مباراه لوحدنا، في انديه دلوقتي بتنافس معانا، ودي ميزه اصلا كانت لينا قدام، معانا الشمس ومعانا زمالك ومعانا سبورتنج سموحه، فانديه كتير جدا كمان بتنافسنا، فدي انا شايف ان ده حافز لينا كويس قوي. فكنا بنشتغل على الكلام ده كله من اول الموسم ولغايه اما بدينا كاس مصر، ان احنا عندنا استعداد لكل ماتش، كنا بنلعب ماتش بماتش، وكان كمان الاستعداد في البطوله دي احنا عملنا قبلها بيوم معسكر في اكتوبر عشان قبل النهائي والنهائي، وكنا بنستعد ان احنا زي كل ماتش بنستعد ان احنا نتفرج، مثلا النهارده هنلاعب سبورتنج، فقبليها بيوم بنتفرج نشوف نقط القوه ونقط الضعف عندهم ازاي. نفس الكلام اتفرجنا على ماتش كان الشمس والزمالك قبلها بيوم برضو، اتفرجنا وشفنا نقط القوه ونقط على الفريقين اللي احنا هنواجه فيهم، فكنا شغالين على الكلام ده كله، فده ادانا حافز طبعا ان احنا كمان عندنا طموح ان احنا نحقق الكاس اللي كان غايب عندنا السنه اللي فاتت، وده كمان وصل للعيبه وكان عندهم الاراده والروح من اول بدايه كاس مصر ان احنا نحققه، وهم بصراحه كانوا مميزين جدا وكانوا يعني على قدر المسؤوليه. طيب